اهلا بحضراتكم من جديد. جيلبرتو، مباراه الذهاب المباراه الاولى نتيجه خادعه، تعادل السلبي. النتيجه دي بتدي افضليه للترجي مش النادي الاهلي. ده انا بقول الكلام ده عشان يبقى احنا عندنا كلاعيبه النادي الاهلي عاملين حسابنا من دلوقتي وعندنا الحرص. بمعنى ايه؟ النادي الاهلي لا بديل عن الفوز في ملعب استاد القاهره، لكن الترجي لا قدر الله لو تعادل ايجابي او فوز هو اللي بيفوز بالبطوله. ده علشان لعيبه النادي الاهلي وهي داخل المباراه، انا بلعب على ملعبي وسط جمهوري، لكن عندي حرص. زي ما انا بتكلم عن وحله هجوميه لازم يبقى عندي حرص دفاعي بنسبه 100%. اكيد يا كابتن اسامه، طبعا زي ما بنقول كده نتيجه 0-0 دي بتبقى نتيجه كويسه وخطيره في نفس الوقت، يعني أيوة. من اخطر النتائج الكويسه اللي ممكن تحققها في مباريات اللي هي الذهاب والاياب، خصوصا ان احنا هنا في قاره افريقيا لسه بنعتمد فكره الهدف خارج الارض في حاله التعادل بهدفين. فالامور طبعا صعبه. احنا ممكن واحنا بنتكلم نستعرض جدول نتائج النادي الاهلي ونادي الترجي في تاريخيا في مصر، يعني المباريات اللي لعبوها هنا، هنلاقي حاجتين، يعني نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده نفس الكلام لازم يوصل لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. في حاله تفاؤل، وفي نفس الوقت لازم يبقى التفاؤل ده حذر. يعني النهارده احنا بنتكلم وده تاريخيا من سنه 90، مواجهه 90 دي دور ال 16 على فكره، خلصت 0-0 والذهاب كان خلص 0-0، وهنا دي الحته اللي ايه نقلق منها، لان هنا احنا خسرنا بضربات الترجيح. لكن بعد كده هنا نصف النهائي مثلا 2001 0-0 كانت هنا، بس بعد كده احنا الاياب تعادلنا 1-1 بعد كده نكمل 3-0 دي دور مجموعات هنا، فده ذهاب نصف نهائي. شاركت انا في المباراه دي، حرزت فيها هدف كان على ما اعتقد في 2007 دي، الهدف كان الهدف الثالث كان اعتقد صح. المباراه دي كانت في استاد القاهره، ومتذكر انا حتى مانويل جوزيه كان المدير الفني وقتها، ودخل لنا بعد المباراه كان متضايق وزعلان، يعني انت كسبان الترجي وثلاثه وثلاث انتصارات على التوالي بعد التتويج بكاس مصر، وكان وقتها الهلال واسك هو كان متضايق وقتها انك انت كسبان الترجي ثلاثه، فبيقول انت تقدر تكسبه 4-5 ليه ما تكسبش 4-5 بالظبط؟ دي فلسفه جوزيه دايما. فهنا بص احنا بنتكلم عن نتائج هنا ليه؟ نتائج كلها ان النادي الاهلي الحمد لله ما خسرش هنا في مصر من الترجي، ولكن الترجي في مباريات كثيره بيقدر يسجل. فهنا لازم يبقى في حذر. تمام. الترجي بيعرف يسجل تاريخيا. نكمل برضو الجدول، هنلاقي لحد المواجهات الاخيره الحمد لله اغلبها كلها تفوق النادي الاهلي، في تعادلات حصلت، ولكن هنا ما بين ان احنا زي ما بنقول كده في تفاؤل ان النادي الاهلي ما بيخسرش من الترجي في مصر، ولكن ناخد بالنا معانا اهي النتائج اهي في اهو. الترجي هنا مثلا في 2017 مسجل هدفين في مصر، في 2018 النهائي سجل هدف، دي كانت مباراه ذهاب. فالنهارده والسنوات اللي قبل كده في اهداف دخلت، فالنهارده هو ده اللي بنقوله التفاؤل بحذر. حذر ايه؟ ان دي مباراه نهائيه. انت خرجت 0-0 في الذهاب، هذا لا يعني انك ضمنت الكاس. الترجي ممكن تقول عليه مش في احسن حالاته، ممكن تقول عليه ان هو تطور النسخه دي عن نسخ سابقه، ولكن ما وصلش للترجي المرعب اللي كانت الناس كلها تسمع عنه او بتشوفه في السنوات الماضيه، ولكنه فريق صاحب تاريخ عنده 4 ألقاب دوري ابطال افريقيا، بيسعى ان هو يعادل نادي الزمالك ونادي مازيمبي كثاني اكثر الانديه تتويجا بالبطوله. عنده كمان تمرس في النسخه الحاليه ان هو بيحاول ازاي يلعب بره ملعبه، ده هنقوله في باقي الفقره. فالنهارده كل ده يخليك ان انت حذر من الحته دي، ان هو بيعرف يسجل في الاهلي بره القاهره، مش في مباريات كتيره ولكن حصل. فمن هنا التفاؤل والحذر، ده اللي احنا دايما عايزين نلعب عليه، ودايما جمهور الاهلي ما يصدرش ثقه زياده للعيبه، وفي نفس الوقت ما يصدرش قلق وتوتر. واحده واحده المباراه ناخدها يعني بتوقيتها، ما نضغطش اللعيبه. الهدف ان شاء الله المبكر بتاع النادي الاهلي يجي في اي وقت يفتح لنا مجريات الامور.